أنا أنت مبسوط كده يا صلاح؟ آه. جينا بقى لشغلانة حضرتك. بس ما تأخذنيش. مش هجاوب الإجابة اللي في دماغ حضرتك. وإيه بقى اللي في دماغ حضرتك؟ وإيه علاقة ده بشغلتي هنا؟ أنا بقول على التلفزيون. مش حضرتك برضو بتطلع في البرامج اللي بتتكلم على إن البلد كلها بايظة وعايزة تتصلح؟ أنا عمري ما قلت كل حاجة بايظة. أنا بقول إن في مشاكل. بعدين أنا سبت شغلي ده من زمان. أنا بدرس هنا في الجامعة بس. أمال حضرتك يعني الفيديوهات اللي بنشوفها لحضرتك دي إيه؟ قديمة يا صلاح. طالما قديمة يعني بيذيعوها ليه؟ سؤال وجيه فعلاً. ولازم تلاقي له إجابة. لا أنا ماليش في الأجوبة ولا في الأسئلة ديت. حتى لما بسألك إذا كنت مبسوط. يا باشا الأسئلة دي مش بتاعتي. ولا مؤاخذة الأسئلة دي بتاعت حضرتك يعني واللي بيدرسوا هنا. شو يعني؟ عشان إحنا بتوع الرضا يا دكتور أحمد. أي حاجة بتكفينا وأصغر فرحة تحلي أيامنا. وأدينا بنتحايل على الرزق يقعد معانا ويطول شوية. الحمد لله. الحمد لله على نعمة الشقة. ربنا يديم علينا النعم يا رب. مش عايز حاجة. الحمد لله. الحمد لله.